في إشارة إلى استقرار وضعها الأمني، قررت حكومة ديالى المحلية وأجهزتها الأمنية رفع جميع الكتل الكونكريتية المنتشرة في الشوارع وفتح جميع الطرق المغلقة قبل انتهاء العام الحالي. من لا يتذكر الهجمات الدامية في شارع المجمع الحكومي وسط بعقوبة على مدى العشر سنوات الماضية، فهدير أصوات الانفجارات والرصاص قد ولى لغير رجعة. أمن وأمان استدعى فتح شارع المحافظة والطابو وبعقوبة جديدة بأجواء كادت أن تكون احتفالية. الشارع الرئيسي يضم مبنى المحافظة ومحكمة الاستئناف ودوائر مهمة الاستخبارات وغيرها ودائرة التقاعد ودوائر أخرى. احنا حقيقة نعتقد اليوم الأمن الموجود وتكاتف المواطنين لحماية المدينة وجاهزية الأجهزة الأمنية هي كفيلة إن شاء الله بحفظ الأمن، لكن بالتأكيد احنا يعني قررنا انه اول ما نبدا في رفع الصبات من امام شارع مبنى ديوان المحافظه. بادرنا نحن كقائمه مقاميه برفع كافه الصبات التي تحيط بدائرتنا كبادره لتشجيع بقيه الدوائر. ايضا تم رفع بعض السيطرات وبعض الشوارع التي كانت مغلقه منذ عام 2008 2007. الحقيقة بعد تحسن الوضع الأمني وما قامت به قواتنا الأمنية من بطولات ضد العصابات الإجرامية، اليوم ينعم أهالي بعقوبة بتحسن كبير في الأمن. فأشد ما يفرح المواطن به أن تنساب حركته من حي لآخر دون تكبيل من حواجز عالية اشتهتها بعض الدوائر وبلغت إجراءاتها رغم بعدها عن الاستهداف الأمني. سقطت اليوم الحواجز النفسية قبل الكونكريتية ضمن خطة عام 2018 بحسب أمنيين. اليوم تم فتح أكثر من 30 سيطرة وطريق وحاجز، وستستمر هذه العملية إن شاء الله حتى آخر حاجز يتم رفعه في مدينة بعقوبة وكل مناطق محافظة ديالى. إحنا إذا القوات الأمنية إنشات السيطرة هذه، نفس العراق نفس المواطن هو راح يحافظ على الشارع مالته، راح يخلي كاميرا حديثه، راح يخلي ترتيب له بحيث المحلات تاخذ راحتها بشكل واضح، وما اعتقد بعد اكو مضايقات على شارع. اليوم العالم قامت تعتمد على التكنولوجيا، اتمنى تكون سيطرات وانما مرابطه بسيطه، لكن ان تكون هذه شوارع مراقبه بالكاميرات، الكاميرات هي وسيله حديثه، اقل تكلفه ايضا للحكومه. يمكن كاميرا واحدة يغطي لك السيطرة أو الشارع كله. اعتماد وتحديث المنظومة الأمنية من خلال تكثيف الجهد الاستخباري ونشر الكاميرات الحديثة أسوة بالدول المتقدمة باتت حاجات ملحة لتقويم الأداء والحفاظ على ما تحقق من جهود لوأد مخططات الإرهاب. أحمد الرسام، قناة الرشيد، ديالى.